اختار هابيل أكبر كبش رزقه الله إياه مرضاة لله تعالى، واستعان بالله وحمل الكبش، وصعد الإخوة إلى أعلى قمة الجبل. انتظر الأخوان أعلى قمة الجبل، فقال قابيل: إن هبت الريح ستحمل معها سنابل القمح دليلا على قبول الله تعالى للقربة، أما خوفك هذا فلن يطير أبدا. لا أستطيع أن أفتح عيني في الضوء. وفجأة ظهر ضوء أبيض من السماء، فقال هابيل: لا أستطيع أن أفتح عيني في الضوء. وقال قابيل: هذا الجسد المضيء يحمل الكبش الكبير ويترك السنابل مكانها. فقال هابيل: إنها علامة قبول الله تعالى للقربان، فاللهم لك الحمد والشكر. فقال قابيل: لن أدعك تفرح بالنصر يا هابيل، وسأقتلك. فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن أردت قتلي لن أقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، ولو قتلتني لحملت ذنوبي وذنوبك، وكنت من أصحاب الجحيم. ثم جاء آدم إلى ابنه قابيل وقال: السلام عليك يا بني. فرد قابيل: وعليك السلام يا أبي، لقد كنت أتساءل يا أبي لماذا قبل الله قربان هابيل ولم يقبل مني. فقال آدم: يا بني، إن ربك لا يظلم أحدا، وعليك أن تراجع عملك إذا كان خالصا لله تعالى، وتبتعد عن هوى النفس. فقال قابيل: وما فائدة ذلك؟ لقد خسرت ما كنت أريده. فقال آدم: إذا صبرت وشكرت الله فلن تكون من الخاسرين. فقال قابيل: أشكر الله تعالى أن جعلني خاسرا. فقال آدم: استغفر الله يا قابيل، واعلم أن الإنسان لا يكسب من الدنيا إلا تقربه من الله. ثم جمع آدم أولاده وقال: سأضع بيد الحجر الأول في بيت كل منكما، وأنتما تكملان البناء، اللهم بارك لهم جميعا. قال إبليس: السلام عليك يا سيد هابيل. فرد هابيل: وعليك السلام، من تكون؟ قال إبليس: أنا غريب من هذه الأرض، أردت أن أتحدث معك قليلا بأمر يهمك، فلقد سمعت ما جرى بينك وبين أخيك قابيل، وأردت أن أحذرك منه. فقال هابيل: أتحذرني من أخي؟ ومن أخبرك أنت بما جرى وأنت غريب؟ فقال إبليس: أنا غريب يهمه أمرك، وأريد فقط نصحك. فقال هابيل: عرفتك، أنت إبليس اللعين، لقد حذرنا أبي منك، فأعوذ بالله منك ومن شرور أعمالك. قال قابيل: لقد انتظرتك يا صديقي، كنت أبحث عنك لأخبرك أني أتممت بناء بيتي، وسأتزوج اليوثة في الربيع كما اقترحت أمنا حواء. فقال إبليس: ويتزوج هابيل الجميلة؟ فرد قابيل: اليوثة ليست فتاة سيئة، هي صالحة وتعرف الله. فقال إبليس: كما تريد، لكن أنت تنازلت لأخيك واستسلمت لمصيرك، وهابيل انتصر عليك أمام الجميع بقبول السماء لهديته. أنصحك أن تظهر شيئا من المودة نحو هابيل. فقال قابيل: ولماذا؟ فقال إبليس: الأعمار بيد الله وحده، والموت مقدر على كل المخلوقات، فعندما يموت أبوك آدم، من سيخلفه في الأرض وتكون له الكلمة؟ فرد قابيل: بالطبع أنا. فقال إبليس: هل تظن ذلك حقا؟ لماذا لا يكون هابيل؟ فهو الشريف الرصين الذي قبلت السماء قربانه.
غضب قابيل وقال: هذا لن يحدث، سأقتل هابيل وتكون الأرض وما عليها لي وحدي.